تعرفوا المغاربة وفي تعامله مع قضايا المغاربة في مجال حقوق الإنسان، وصادق في قراراته وآرائه. أنا لست ضحية، أنا مناضل، عارض ويعارض وسيعارض جميع أشكال الظلم والاستغلال والاستكبار. سي أحمد بالنسبة لي كان كذلك أهل للاستشارة والائتمان، ليس فقط وأنا رئيسة للمجلس، بل كذلك وأنا رئيسة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان. عندما تلقيت خبر رحيل السي أحمد الصاحب، استحضرت بتأثر بليغ شريطا من النضالات المشتركة وجلسات الحوار والنقاش في قضايا متعددة حقوقية جمعتنا سياسيا أحيانا في هذه النقاشات. إنسان بالنسبة لي ثقة كبيرة في هذا المسار لمناضلة وفاعلة في مجال حقوق الإنسان بالمغرب. السي أحمد بالنسبة لي السيدات والسادة ترك إرثا معرفيا وإنسانا وإنسانيا بالغا بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأثرا بليغا في نفوس وأطر المؤسسة والعاملين بها، والذين باسمهم اليوم وباسم الأمين العام للمجلس وأعضائه أجدد تعازينا الحارة للعائلة، لزوجته وابنه وابنته وكل إخوانه وأخواته والعائلة. لا أحد منا كان قديسا، قال السي أحمد هذا، لكن ستبقى بالنسبة للكثيرين منا في مجال العمل في حقوق الإنسان وفي محطات عديدة من مساراتك، صادقا في عملك وداعما للحرية والحقوق. رحيلك فعلا خسارة بالنسبة لنا، لي شخصيا أولا في هذه النقاشات التي كنت أتفاعل معها، خسارة لأسرتك الصغيرة أكيد، خسارة كذلك لأسرتك المؤسساتية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، خسر كذلك للحركة الحقوقية وللمجتمع برمته، والذي هو لا زال في حاجة إلى تلك النبرة النشاز أحيانا في تفاعلك مع الأحداث. إلى روحك السلام سي أحمد، ونحن في هذه الأربعين اليوم. قبل أن لابد كذلك باسمكم جميعا أن نشكر السيدة مديرة المكتبة الوطنية لهذا الفضاء الجميل، وكذلك لمديري ومستخدمي الوكالة، وكالة المغرب العربي للأنباء، لدعمهم لنا في إنجاز هذه الأربعين. شكرا لكم وعلى حضوركم.